والآن أعزائي المشاهدين، أنا راح أطرح لكم أيضا البرامج الأسبوعية باللغة العربية أو باللغات الأخرى. طبعا راح أبدي من يوم الاثنين لهذا الأسبوع والأسبوع القادم. سو الاثنين الماضي اللي هو امبارح كان برنامج الحوار العقلاني، يوم الاثنين كل يوم اثنين الساعة 3 ظهرا بتوقيت أمريكا. اليوم الثلاثاء كان عندنا برنامج خدعوك فقالوا لك، وهذا البرنامج يأتيكم الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا. وأيضا غدا الأربعاء سيكون كل يوم أربعاء طبعا عندنا برنامج يسوع المسيح أم محمد، وهذا البرنامج يأتيكم ساعة 2 بعد ظهر توقيت شرق أمريكا أو 9 ليلا. الخميس أكو عندنا برنامج باللغة الآرامية اللي هو علامات نهاية الأزمنة الساعة 2 بعد ظهر توقيت أمريكا كل يوم خميس. وأخيرا إذا عندنا برنامج آخر يوم الجمعة، نعم كل يوم جمعة مع الأخ كريم الإيراني، برنامج الشريعة والنعمة كل يوم بتوقيت شرق أمريكا أيضا الساعة 2 بعد الظهر، وبالنسبة لبغداد عفوا بالنسبة للقاهرة 9 أما بغداد 10 ليلا. وشكرا. نعم أكو عندنا الحوار العقلاني الأسبوع القادم يعني 5 فبراير اليوم الاثنين القادم، الجهاد في الإسلام، ويوم الثلاثاء البرنامج الذي يليه خدعوك فقالوا لك، يوم الثلاثاء 6 فبراير، والأربعاء يعني الأسبوع اللي نتكلم عن الأسبوع الجاي يسوع المسيح أم محمد اللي هو 7 فبراير الساعة 2 بعد الظهر